حفارة آلية للآبار تنتصب بجوار مفترق البيفي الواقع شرقي العاصمة، المفترق الذي لطالما مثل انعكاسا لسوء البنية التحتية وندرتها في بلدية تاجوراء التي تحاول معالجة إشكالية تجمع مياه الأمطار وتكدسها في المفترق بفتح البيارات التي تعدى عليها بعض المواطنين بالإقفال وربط المسطح المائي الناتج عن تساقط الأمطار بخزانات المياه الجوفية، حل ترى بلدية تاجوراء أنه سيحد من المعاناة الدائمة المصاحبة لموسم الأمطار. في هذا المختنق كان هناك اعتراض من بعض المواطنين في فتح غرف التفتيش التي تمر منها المياه، لديهم أسباب ولكنها لا ينبغي أن تعيق هذا العمل اللي يتضرر منه أغلب الليبيين. الطريق الساحلي هو طريق وطني يمر منه كل الليبيين، المدخل الشرقي لطرابلس. نتمنى من المواطنين التعاون وهم مشكورين، يعني في الفترة الأخيرة تعاونوا. حلول يبدو أنها لا تقابل بترحيب من الهيئة العامة للموارد المائية والتي حذرت من المخاطر الناجمة من ربط آبار تصريف مياه الأمطار بخزانات المياه الجوفية وما ينتج عنها من تلويث هذه الخزانات بمواد كيميائية سامة وعوالق عضوية تضر بالصحة العامة. ظاهرة حفر آبار لتصريف مياه البرك الناتجة عن الأمطار في الخزانات الجوفية. المشكلة هذه البرك تحمل ملوثات كثيرة، منها عناصر ثقيلة كالرصاص ومخلفات الوقود والزيوت والشحوم الناتجة عن حركة السير في الطرقات، وكذلك مواد عضوية وجراثيم بعضها خطيرة وممرضة. أسلوب بات ينتهج من عديد الجهات العامة والأفراد كنتيجة طبيعية لقلة الإمكانيات رغم تجريم وحظر القانون رقم 3 لسنة 82 تصريف الفضلات السائلة والصلبة في الخزانات الجوفية، مما ينذر بكارثة بيئية على المدى الطويل تدفع أثمانها الأجيال القادمة.